صباحكم اخواني. بدايه كل الشكر والتقدير لاخواني في اللجنه على الجهود اللي بذلوها على مدار الساعات المتواصله يعني 24 ساعه. هذا دل على شيء، بدل انه احنا بدناش مش كنا نقول والله اللجان واللجان شكل اللجان، لا بالعكس اللجنه اثبتت جهودها، وانا كنا ثقه باللجنه من توصيات اخواننا في اللجنه لما اخواننا يتحدثوا خلال 10 دقائق الدفاع المدني يكون موجود. وبينما في دول جوار تملك النفط وتملك المال، بالامس سالنا السيول وشاهدنا قبل سنوات حادث الجده بعد ساعات فوصل الدفاع المدني والطيران. احنا في دوله لا تملك كذا بعشر دقائق تكون، هذا دل على شيء، بدل احنا دوله مؤسسات. واحنا استغربنا من كلام اخونا فتحي، بالعكس احنا الديمقراطيه عندنا ودوله مؤسسات، ونتجه نحو الدوله الناضجه التي تحدث عنها دوله الرئيس. كل الشكر والاحترام للزملاء. شكرا.